أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن استهداف التحالف السعودي الإماراتي لمواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء. قالت مصادر محلية إن 6 غارات جوية تابعة للتحالف استهدفت مقر الفرقة الأولى مدرع ومعسكر الصباحة، فيما قصفت المقاتلات الحربية مبنى وزارة الإعلام. المصادر أشارت إلى أن التحالف شن غارتين جويتين أيضا على معسكر لواء 62 مشاة الواقع في منطقة الفريجة بمديرية أرحب شمال المحافظة. إلى ذلك أعلنت قيادة التحالف إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة أبها جنوبية السعودية. المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قال إن الميليشيا أطلقت الطائرة من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية في أبها. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما أسباب تجدد غارات التحالف على صنعاء؟ وما هي انعكاسات تصعيد التحالف بقيادة السعودية عسكريا على الجهود الهادفة لتحقيق الحل السياسي في اليمن؟ أربع سنوات منذ إعلان التحالف بقيادة السعودية تدميره الكلي للقواعد الصاروخية والجوية التابعة لميليشيا الحوثي، إلا أن الواقع يشي بغير ذلك بعد أن تمكنت الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية من الوصول إلى عمق المملكة واستهداف مواقع حساسة. واقع واجهه التحالف بإعلان جديد لعملية تهدف لتدمير مواقع عسكرية للميليشيا في صنعاء، وذلك بشن سلسلة غارات جوية استهدفت كما قال متحدث التحالف تركي المالكي مواقع خاصة في الدفاع الجوي ومخازن للصواريخ البالستية. الواضح للعيان أن تصعيد هجمات الحوثيين ضد أهداف سعودية رغم تكرار الغارات الجوية ضدهم وطول أمد العمليات العسكرية للتحالف يضع علامات استفهام كثيرة حول جدوى التدخل العسكري منذ أكثر من 4 سنوات، وهل ما إذا كان فشل التحالف في تحقيق أهدافه المرجوة أعطى فرصة للميليشيا في تطوير قدراتها الصاروخية والجوية؟ بموازاة ذلك يرى مراقبون أن مسار الحرب في اليمن دخل منعطفا جديدا بعد سحب الإمارات جزءا من قواتها المشاركة منذ أكثر من 4 أعوام، ما يطرح سؤالا عن مستقبل البلاد الذي تتنازع السيطرة عليه العديد من الميليشيات والجماعات المسلحة في الشمال والجنوب. وأمام تعاظم التهديدات التي تواجهها السعودية من قبل الميليشيا تضيق الخيارات التي أمامها، خاصة في ظل تنصل الحليف الخليجي عن الاستمرار في الحرب من جهة والضغوطات التي تمارسها المنظمات الإنسانية والدولية حيال الجرائم التي ارتكبتها الرياض بحق المدنيين من جهة أخرى. وجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. إذن برأيك بداية، ما هي أسباب تجدد قصف التحالف على صنعاء؟ مساء الخير. لا يعني هي عبارة عن نفس المسلسل، يعني استمرار لمسلسل القصف، لكن تجديده بهذا الشكل هو فقط يعني رد فعل يعني بعد هجمات الحوثيين على المطارات الجنوبية وتحديدا مطار أبها، واليوم يدعوا بأنهم هاجموا خميس مشيط. كل هذا بتجعل السعودية أنها تحتاج إلى أي رد، لكن كما تعرف هذه الأهداف قد ضربت منذ بداية الحرب بعشرات المرات. المعسكرات هذه قد فرغت من الأسلحة بشكل كامل، لم تعد حتى تستخدم كمعسكرات حقيقية. الحوثيون نقلوا الأسلحة المهمة إلى المناطق السكنية أو إلى كهوف يصعب الوصول لها عبر الطائرات مهما كانت هذه الطائرات. يعني نعرف أنه في اليمن كهوف كثيرة وتحديدا حول صنعاء، بل إمكان تخزين هذه الأسلحة والإطمئنان بأنها لن تصلها الطائرات والصواريخ التي تحمل هذه الطائرات، وبالتالي بنك الأهداف أصبح فارغ إن صح التعبير. لكن السعودية تريد أن تؤكد حضورها، أو التحالف ما تبقى من ما يقال له التحالف يؤكد حضوره، أو أنه أيضا في نفس الوقت يريد أن يوصل رسالة دائما للحوثيين بأنهم لا يعني يحاول أن يمنعهم من
إعادة استخدام هذه المعسكرات، أن لا يجمعوا قواتهم في مناطق محددة، بمعنى أنهم لا أن تجعلهم لا يطمئنوا تماما بأن هذه المناطق أصبحت قادرين بأن يتصرفوا بها كما يشاؤون. لكن بشكل عام الجدوى من هذه العمليات عسكريا قد تكون معدومة. تغيير أيضا هناك مخاطر من أن هذه الضربات قد تخطئ وتصيب مناطق مدنية، وبالتالي تؤلب الرأي العام على السعودية كما حدث في السابق، وهذا أمر يريده الحوثيون، وربما وكأنهم أيضا يتعمدوا استفزاز السعودية ويحاولوا أن يجروها إلى عمليات خاطئة تودي بحياة مدنيين، ومن ثم يستثمروا هذه الأخطاء ضمن الحرب الإعلامية والحرب السياسية. طيب سنتحدث عن دلالة التوقيت خاصة مع ما يترافق من أحداث في المنطقة، سأعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض المحلل السعودي الأستاذ سلمان عسكر. أهلا بك سيد عسكر. إذن برأيك لماذا فشلت السعودية في حماية مجالها الجوي وهي التي أعلنت سابقا تدمير قدرات الميليشيا الصاروخية؟ حييك وحيي ضيوفك الساده المشاهدين. هذا ليس فشل يا عزيزي، هذا يعني دائما في الحرب كل شيء متوقع، خاصه عندما مع التطور الذي يحدث والاحداث السارعه كل شيء متوقع في عالم الحروب. ولكن يعني عندما نشير دائما الى ان التحالف اعلن اذا تصفيه او انهاء الاسلحه الموجوده لدى الحوثيين، هذا الكلام صحيح وهو ما صرح به اللواء احمد عسيري نائب قوات التحالف في العام 2015 تقريبا بعد انطلاق عاصمه الحزم بسبعه اشهر او ثمانيه اشهر، كان صحيح ما صرح به لانه تم انهاء ما يمتلكه الحوثيين من اسلحه ومخازن ومستودعات وما شابه ذلك. لكن ما يحدث هو الدعم او التهريب الايراني للاسلحه على، يعني عندما يصرح اللواء احمد عسيري مساء فمن المتوقع ان يهرب الحوثيين عن طريق الايرانيين في الصباح اليوم الثاني كميه كبيره من الاسلحه، لا تزال حتى هذه اللحظه التي انا اتكلم فيه معك فيها عبر قناه بلقيس وفي هذا التوقيت والتاريخ والساعه تحديدا، لا يزال التهريب على قدم وساق. الايرانيين يهربون الاسلحه عبر منافذ متعدده، سواء عن طريقه الجزر او السفينه التي ترسل في البحر الاحمر في المحيط الان، او سواء عن طريق المهره من سلطنه عمان، او سواء عن طريق ميناء عصب الاثيوبي، او اكثر من قناه الحوثيين يهربون من خلالها الاسلحه الايرانيه التي تتدفق اليهم بشكل يومي. الطائرات المسيره يا سيدي، وبعد ما قبض عليها او ما وصل الى التحالف او ما هو الان موجود لدى التحالف، اثبت لانها صناعه العام 2019. الان نحن في شهر 7 من العام 2019، يعني قبل كم اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين الاسلحه مصنعه ولا تزال تتواصل. فهذا دليل راسخ ودليل دامغ ان ايران لا تزال تخالف القرار 22-31، لا تزال تهرب الاسلحه بكثافه، لا تزال توصل للحوثيين اسلحه متطوره وحديثه. طيب لكن هذا ايضا يضع تساؤلات فيما يتعلق بقدره التحالف على السيطره او على تحويط اليمن وهو المسيطر على البحر وايضا البر، لكن فيما يتعلق بان كانت هناك صدغه رجويه اليوم تابعه للتحالف استهدفت مقر الفرقه الاولى مدرع معسكر الصباحه، وايضا قصفا لمبنى وزاره الاعلام كما قالت مصادر محليه، لكن المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي يقول ان الميليشيا اطلقت طائره مسيرة من محافظة عمران، يعني تخرج الطائرات من عمران لكن تضرب صنعاء، كيف تفهم ذلك؟ ما فهمت يعني شو السؤال سيدي. كيف يمكن فهم أن الطائرات المسيرة تطلق من مناطق خارج العاصمة كما يقول المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي، لكن عمليات التحالف تحدث بغارات جوية تستهدف مقرا وحتى مباني مدنية في صنعاء؟
اي نعم. شوف يا سيدي، هو ليس الاطلاق فقط من صنعاء او من عمران، هناك اطلاق من صعده ايضا التي هي على مقربة من الحدود السعوديه. الرد الجوي او رد الدفاعات الجويه السعوديه على هذه المواقع او اماكن الاطلاق، هذا شيء من بدايه انطلاق العاصفه الحزم، عندما يكون يتم تحديد موقع الاطلاق يتم الرد. عندما اطلق من عمران تم الرد في صنعاء. نحن نتعامل الان مع القناه التي يتم من خلالها توزيع هذه الصواريخ على مواقع معينه سواء في عمران او في صعده. الصواريخ المهربه والطائرات المسيره وجميع الاسلحه التي يمتلكها الحوثيين 80 الى 85% من هذه الاسلحه مقر حفظها وتخزينها هو في صنعاء. وهذا امر يعني لو نلاحظ عزيزي او سيدي وسادة المشاهدين، لو نلاحظ ما اطلق قبل اقل من شهر 27 او 26 يوم افتتاح مقر الصواريخ الجديده التي يتباهى بها الحوثيين، اين كان الافتتاح؟ كان في صنعاء. المعرض الذي قبل شهر ونص الذي اطلق عليه معرض صالح الصماد، اين افتتح؟ افتتح في صنعاء. الاسلحه التي تتهرب الان يعني الايرانيون يوصلون الاسلحه ومهمتهم ايصالها الى صنعاء، لان من المعلوم ان صعده اصبحت حوض او منطقه استهداف للتحالف. لذا انا اعلن واراهن ان هناك اسلحه الا قله تبقت في صعده. مركز الاسلحه حاليا ومقر استلامها وتسليمها هو في صنعاء. طيب. عندما تطلق من عمران يتم استهداف المنصه، هذا شيء اكيد ليس هناك جدال في ذلك، استهداف منصات. طيب فيما يتعلق بنقطه التوقيت، ودعني اوجه هذا السؤال الى السيد عبد الناصر المودع. كنت تحدثت سيد عبد الناصر حول انه اذا ما ارادت او من حين لاخر تقوم ميليشيات الحوثي بضرب مواقع في المملكة العربية السعودية عبر صواريخ باليستية أو عبر طائرات مسيرة وهي تتوقع ردة الفعل، برأيك لماذا الآن؟ يعني ما الذي تريد، يعني افترضنا صحة هذه الفرضية، ما الذي تريد ميليشيات الحوثي؟ لماذا تحرك هذه الجبهة عسكريا الآن؟ يعني بشكل عام الحوثيين لديهم هدف واضح، هم يريدوا أن يوجهوا مثل هذه الضربات ليقاوضوا بها السعودية بأنه توقف غاراتها الجوية مقابل أن يوقفوا ضرباتهم الصاروخية أو عبر الطائرات المسيرة. لكن طبعا هذه المقايضة لا أعتقد بأنهم قادرين أن يفرضوها، لأنه يظل تأثير الصواريخ وتأثير الطائرات المسيرة هو تأثير نفسي سياسي أكثر من كونه تأثير عسكري، بمعنى أنه ليس هناك مقارنة بين ما تمتلكه السعودية وما يمتلكه الحوثيين من حيث هذه من حيث المدى هذه الأسلحة وقدرتها التدميرية. لكن المشكلة أنه السعودية يدها مغلولة بالمعنى العسكري، لم يعد لديها أهداف واضحة، والحوثيين يخبئون الأسلحة أو قادة الحوثيون هم في مناطق مدنية يصعب الوصول لهم، أو أن أي عملية هجومية في هذه المناطق ستؤدي إلى خسائر كبيرة بين المدنيين، وبالتالي الخيارات السعودية محدودة، ونقول خيارات التحالف إن صح التعبير، خيارات محدودة في الرد على الهجمات الحوثية. طبعا الرد الأفضل والأجدى هو الرد البري، أن تتحرك الجبهات التي في البر وتحديدا الجبهات الاستراتيجية القريبة من صنعاء القريبة من صعدة، وهذا أمر يحتاج إلى تغيير في الاستراتيجية التي اتبعت منذ بداية الحرب حتى الآن، وأقصد هنا الاستراتيجية الشاملة، بمعنى المشكلة الأساسية منذ بداية الحرب حتى الآن أنه ليس هناك من سلطة حقيقية وجيش وطني حقيقي تم إنشاؤه في خلال هذه الفترة. السلطة هادي هي سلطة مهترئة وغير فاعلة، وفقدت الكثير من شرعيتها السياسية والقانونية، وبالتالي أيضا لم يعد لديها هذه السلطة من مصلحة لمحاربة الحوثي حتى بقدر ما مصلحتها وأن يبقى الوضع على ما هو عليه. طيب يعني ما هي خيارات التحالف والسعودية تحديدا بهذا السياق فيما يتعلق بأن هناك إعلان إماراتي بانسحاب تدريجي من اليمن؟ الانسحاب حتى الآن، يعني الانسحاب الإماراتي بلا شك يعني سيخلط الأوراق و
سيضعف من قوة بعض الجبهات، خاصة الجبهات التي كانت الإمارات تسيطر عليها بشكل مباشر مثل جبهة الساحل الغربي. أيضا العبء سيصبح أكبر على السعودية وحدها، لكن تظل المشكلة الأصلية قائمة، وهي أن عدم وجود جيش حقيقي، جيش وطني بأسلحة حقيقية وبمعدات فاعلة، سيصبح الخيارات السعودية محدودة جدا، سيصبح وكأنها فقط تدير حرب استنزاف لها ومستنقع إذا لم يكن هناك اختراقات عسكرية مهمة في الجبهات الرئيسية، لم يكن هناك هزائم للحوثيين في هذه الجبهات، فأن الأمر سيبقى على ما هو عليه، وهذا الأمر في صالح الحوثيين، لأنه الحوثي هو مستفيد من الزمن، الحوثي هو أيضا هو المسيطر على الأرض، وكلما طالت سيطرته كلما تعامل العالم وكأنه أمر واقع يجب التعامل معه على هذا النحو، وبالتالي هناك حاجة إلى مراجعة، يعني بعد 4 سنوات ونصف من الحرب هناك حاجة إلى مراجعة شاملة، مراجعة في الاستراتيجية، في الرؤية، في الأطراف التي تم الاعتماد عليها، هناك حاجة إلى إيجاد أطراف يمنية لديها مصلحة حقيقية في استعادة الدولة وفي هزيمة الحوثيين. طيب فيما يتعلق يعني ما الذي ستفعله السعودية؟ أسألك سيد سلمان عسكر، الآن بعد إعلان الإماراتي مسألة الانسحاب التدريجي من اليمن وسياسة السلام أولا، أو ما يعني كيف إن صح التعبير، يعني ما هي الخيارات السعودية في البلاد فيما يتعلق باليمن؟ أولا المملكة العربية السعودية ليست الدولة التي تغل ليدها أو تعصر، أنا أريد أن أوضح هذه النقطة، المملكة العربية السعودية دولة عظمى، ما تقوم به الآن في اليمن المشكلة لدينا يا عزيزي، وأتمنى يفهم الكثير من المشاهدين أن هناك من لا يزال مستوى الفهم لديه لا يتجاوز بصراحة أذنه. المملكة العربية السعودية ليست في حرب الآن مع اليمن، الحرب ما يحدث الآن في اليمن ليست حرب سعودية يمنية، هي حرب يمنية يمنية، إصابات انقلبت على السلطة، إصابات انقلبت على الحكم، إصابات انفضح من الرأي العام أنها تعمل لصالح إيران. منذ انقلابها في العام 2015 على السلطة وحتى يومنا هذا، ومنذ طلب الرئيس الشرعي المعترف به دوليا عبد ربه هادي الذي البعض يحاول أن يشكك في رئاسته ويحاول أن يصفها بالمهترئة، بينما أراهن أن يتجرأ أو أن ينطق كلمة حق أو أن يكون رجلا ويقول عبد الملك الحوثي مهترئ، لأن البعض يسجد عبد الملك الحوثي والبعض يرضى بما يحدث في اليمن، في اليمن الآن من صراعات لمصالح شخصية. المملكة العربية السعودية ليس لديها يعني مساومات أو خيارات مفتوحة لتعمل بها مع الشرعية أبدا، لديها هدف محدد وهو طلب من الرئيس الشرعي عبد ربه هادي منصور إنهاء هذا الانقلاب ودعمنا، مثلما وجد الرئيس هادي أن العصابات المنقلبة تدعمها عصابات إيرانية طلب من الجيران، طلب من التحالف العربي الوقوف معه لإنقاذ من هذا المأزق بعد أن سيطروا على الأسلحة وعلى الدبابات وعلى كل مؤسسات الدولة. طيب هذا واضح، يعني أنت وضحت هذه النقطة بشكل جيد، لكن أنا سألتك فيما يتعلق الآن بعد هذه الخطوة الإماراتية كيف ستتعامل السعودية، ما هي الخيارات؟ هل كما اقترح السيد عبد الناصر المدع سيتم تفعيل أو تعزيز الدعم على مستوى المواجهة البرية في الجبهات في صعدة وغيرها من المناطق؟ من وجهة نظري لا يتم، المملكة العربية السعودية ليست مرتبطة بما يحدث في اليمن لا بالإمارات العربية المتحدة ولا بالكويت ولا بالتحالف، ولا هي مرتبطة بمجموعة تحالف عربي لإنقاذ الشرعية في اليمن، ما يدار أو يداع أو يشوش من انسحاب إماراتي هذا غير صحيح، الإمارات لم تستحق هذا أولا، يعني هذا شيء لابد أن نقول لأصحاب العقول المهترئة، الإمارات لم تستحق، الإمارات موجودة على الأرض، كل ما حصل وحدث هو ما أذيع وما أعلن على لسان مسؤول إماراتي هو مجرد تغيير تكتيكات وهذا أمر حاصل.
من أثار الصوبغة والطرطرة في المهرة بأن اليمن استحلت المهرة واستحلت سومطرة، لم تستحل، هي سلمت المناطق لقيادات يمنية مؤهلين لحماية منطقتهم وانتقلت الآن للدفاع أو لطرد الحوثيين من موقع آخر، لذا الإمارات لم تنفرج. طيب فيما يتعلق بنقطة أخرى سيد عسكر، أو يحاولوا أن يشيروا فيما يتعلق بنقطة أخرى، قبل يومين صرح السفير السعودي لدى الأمم المتحدة سيد عبد الله المعلمي أنه آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي، لكن اليوم ونحن نتحدث على أن صنعاء تصحو على غارات وقصف، كيف يمكن فهم هذا التناقض إن صح التعبير؟ يعني ما ينتبه السفير، يعني ليس محل صدفة، الكل يتمنى نهاية ما يحدث الآن، الكل الجميع، ليس مجرد السفير أو السفير السعودي في الأمم المتحدة أو السفير السعودي أو السفير الكويتي أو السفير البريطاني أو السفير اليمني، كل الجميع يريد أن تنهى هذه الأزمة، ولكن أن تنهى ولا يزال هناك طرف يعاند ويكابر ولم يرضخ لاتفاق جنيف الأول ولا جنيف الثاني ولا اجتماع الكويت ولا اجتماع السويد، يعني في الأخير يبغى يفرض رايح، لا هذا مستحيل، يعني معلش نحن كلنا نتمنى نهاية هذه الحرب، وأنت تتمنى وهو يتمنى، ولكن الله يريد، يعني يريد أمر آخر. ما يحدث الآن على الأرض هو تعنت وتكبر وتجبرت إيراني حوثي لفرض راية، وهذا الكلام من يصير، من يحدث؟ المملكة العربية السعودية سواء بقي معها التحالف العربي أم لم يبقى التحالف العربي معها، هي ستبقى بجانب اليمن الشقيق وبجانب الحكومة الشرعية حتى وإن استدعى الأمر 100 عام. شكرا لك. إذن المحلل السياسي السعودي السيد سلمان عسكر كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بعودة إليك سيد عبد الناصر المودع، بحسب نيويورك تايمز فإن مصدر بالسفارة السعودية بواشنطن قال إن السعودية وبعد الإعلان الإماراتي ستعتمد بشكل أكبر على حلفائها اليمنيين، بحسب نظرتك ورأيك من هم حلفاء السعودية في اليمن؟ يعني هذه واحدة من المشاكل، يعني نظريا أنها الحكومة الشرعية والقوات التي أنشئت في المناطق التي تسمى محررة، لكن عمليا الكثير من هذه القوات إما قوات ذات أجندات جهوية أو انفصالية أو بشكل أو بآخر هي أشبه بميليشيات وتحت إدارة أمراء حرب أو قوى سياسية معينة. وبالتالي نعود إلى نفس المشكلة ونفس الكلام الذي قلته قبل والذي لم يعجب ضيفك من الرياض، أنه هناك مشكلة أنه هذه القوات أو القوات على الأرض تشعر إما أنها عاجزة أو أنها غير مجهزة التجهيز الكافي لمحاربة الحوثيين للانتصار عليهم أو حتى للدفاع عن النفس. لهذا الأسباب ستظل، يعني هو الحديث عن أنها ستعتمد على حلفائها المحليين، وكذلك الحالة الإمارات قالت هكذا، قالت بأنها ستنسحب بعد أن دربت وأهلت 90,000 جندي، لا نعرف طبعا هؤلاء يتبعوا من، وبالتالي وأنها ستعتمد على قوى محلية. يعني هو من حيث المنطق هو الأفضل الاعتماد على قوى محلية، لأنه لا يمكن لقوة غير محلية أن تحقق انتصار في حرب، خاصة في ظروف اليمن وطبيعة المجتمع والجغرافيا اليمنية تجعل من الصعب على أي قوة غير يمنية هي التي تحقق إنجازات. لكن نعرف حتى الآن أن هذه القوات هي في معظمها قوات غير فاعلة أو أن لديها أجندات خاصة بها، وبالتالي حتى الآن ليس هناك من حلفاء محليين يمكن الاعتماد عليهم. طيب فيما يتعلق أستاذ عبد الناصر وبسؤال أخير، يعني كيف سيؤثر هذا التصعيد الآن عسكريا، يعني الرد، يعني مسألة تسيير طائرات مسيرة من قبل الحوثيين لاستهداف مناطق في السعودية وكذلك الرد بالقصف بهذه الغارات، كيف سيؤثر هذا التصعيد على جهود تنفيذ اتفاق ستوكهولم خصوصا اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة؟ موضوع الحديدة ليس له علاقة مباشرة بالأوضاع بشكل عام في الجبهات الثانية،
وكما أنه أيضا ما يسمى اتفاق ستوكهولم لم يتم تنفيذ منه سوى وقف إطلاق النار، وهذا تم بضغط خارجي. وهناك الآن خشية من أن الغياب الإماراتي عن جبهة الساحل ربما يوفر للحوثيين الفرصة ليحققوا انتصارات في هذه الجبهات، وبالتالي ليس فقط ما كان يتمناه البعض من أن الحوثيين سينسحبوا من الحديدة، ربما الحوثيين يستعيدوا السيطرة على مناطق خسروها في الفترة الماضية في هذه الجبهات، وبالتالي ليس هناك من أفق لأي حل سياسي. هذه مسألة محسومة، والكلام الذي بيدور غير ذلك هو فقط من قبل المبعوث الأممي ومن قبل بعض الأطراف الذي فقط يحاولوا أن يسوقوا الوهم. الحل السياسي في اليمن هو وهم، هذه حقيقة منذ اليوم الأول لبداية النزاع. ليس هناك من حل سياسي. الحركة الحوثية طبيعتها لا يمكن أن تكون جزء من عملية سياسية، هي إما أن تحكم أو لا شيء، يعني خياراتها صفرية. حركة شمولية دينية تقوم على فكرة واضحة جدا بأنها تحتكر السلطة بشكل مطلق، وهي ممكن تقبل بالآخرين كتابعين لكن لا تقبل بأن تكون الآخرين شركاء معها. لهذا السبب أي العملية السياسية لا يمكن أن تؤدي إلى شيء. العمليات العسكرية وفقا لتوازنات القوى وللوضع الراهن ليس هناك من إمكانية بأن يهزم الحوثيين أو يهزموا حتى في بعض الجبهات، بل على العكس من ذلك هناك إمكانية الآن أن الحوثيين يستعيدوا زمام المبادرة في بعض الجبهات ويحققوا انتصارات، وتحديدا في جبهة الساحل، ربما أيضا جبهات أخرى لا نعرف، قد يكون الحوثيون يعدون العدة لجبهات أخرى كما حدث في الضالع قبل شهرين وكما حدث في البيضاء. ومن ثم الوضع الحالي هو يسير باتجاه الحوثيين، هذه هي الحقيقة المرة الذي استطيع أقولها أنا، يعني من طرف من يمني يهمه سعادة الدولة، وسعادة الدولة لا يمكن أن تتم إلا بالقضاء على الحركة الحوثية. وما دامت الحركة الحوثية هي بهذه القوة وبتقوى، معنى ذلك أن هذا الهدف لا زال بعيدا لسوء الحظ. من عمان كنت معنا المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري في أمان.